ورد بالك برك تغلط تغلط غلطة عمرك إذا ذاقت الأمور وتعسرت وتغلقت الأبواب أنك تلجأ لغير الله. هذا أكبر خطأ في حياتك. نعود لك، إذا ما ذاقت الأمور وما مشاتش الحوال بالك برك تخلي ربي، لأنك إذا خليت ربي ربي سيتركك وربي راح يخليك لنفسك. إذا ذاقت الأمور وتعسرت الأحوال وما مشاتش فالجأ إلى الله، ففروا إلى الله. تعرف شنو معناتها فروا؟ اهرب ربي عز وجل. بيت نسقسيك، تخلي ربي الخالق وتخلي ربي الكبير وتخلي ربي المتعال وتخلي ربي الذي بيده ملكوت كل شيء وتلجأ إلى المخلوق.